ب16 تشرين الاول كان النهار العالمي للخبز، فبهالمناسبه اليوم مع ميرا فوعاني وبولين جابر من وودن بيكري تيحكونا عن هالمناسبه وشو عاملين كحمله. بونجور بونجور تينا، اهلا وسهلا فيكم. صباح عرفت انه جبتوا لنا ترويقه. ايه اكيد ما نجي ايدنا فاضيه. بس قبل ما ناكل خلينا نضوي شوي على الكامبين اللي انتم قايمين فيها. خبرونا شوي امتى بلشت ولامتى مستمره؟ هي بلشت ال 16 اكتوبر، نحن عملنا لها لانشينج. هي اصلا الورد بريد داي، هو عينوه الانترناشونال يونيون اوف بيكرز لو 16 اكتوبر، بلشوا فيه من 2006. اوكي، سو كل سنه بهالتاريخ. مزبوط، هو اليوم العالمي للخبز. نحن بلشنا اللانشينج تبع الكامبين تبعنا لو 16 اكتوبر. مستمره لامتى؟ لاخر الشهر. اوكي، وشو هي اكزاكتلي؟ هي مقسومه لقسمين، فاني رح تخبركم. اوكي، اول شيء نحن حبينا انه هو اكثر من 80 بلد بيحتفل بهذا النهار بالعالم، وحبينا انه كودن بيكري نكون الاوائل اللي بيحتفلوا فيه بلبنان. حلو. ويصير مثل بتقاليدنا، يعني بيصير مثل المذرز داي، مثل الفاذرز داي، نحتفل فيه البريد داي بلبنان. احتفال سنوي يعني. مزبوط. فبدنا كنا طريقه انه كل اللبنانيه يشاركوا بهذا النهار ويكونوا جزء منه. فقررنا انه نعمل مثل كومبيتيشن، انه هن عم بيشاركوا كمان يكونوا عم بيساعدوا، يلي هي الاهم. اوكي، الكومبيتيشن هي على الفيسبوك بيج تبع الودن بيكري، يلي هي اذا فينا نشوف الادرس تبع الفيسبوك. انتو وودن بيكري؟ مزبوط، هذا هو البيج تبع وودن بيكري لبنان. وودن بيكري لبنان على الفيسبوك. اوكي مزبوط. اوكي، هيدا كان السلوغون تبعنا هيدا السنه، انه ذا وورد بريد داي اتس اول اباوت شيرينج. حلو، نحن كان كل همنا هيدا السنه اتس شيرينج، ونخلي العالم يشاركوا معنا بهيدا الكامبين. نعم. هلا قلتوا لي انه مقسومه على قسمين. اول قسم، اول قسم هو الكومبيتيشن، يلي بتفوتي على الفيسبوك بيج تبع الودن بيكري. نعم. بتفوتي على اللينك بالبوست، بتصيري بالكومبيتيشن، تعملي ابلود لصوره كيك او خبز او منقيش انت عملتيهم بالبيت. فالواحد بده يفرجي مهاراته يعني. لكن احنا عندنا كثير موهوبين هون. ناطرين لك انا. ما فيهم يهربوا ولا بدهم يشاركوا. سو شو ما الواحد يكون محضر ببيته. مزبوط، بيعمل ابلود. مزبوط، الصوره بدها تكون حلوه كمان. مو ضروري لياخذ اكثر فوتس، لازم تكون حلوه. اكيد. سو بيعمل ابلود للصوره على الوول تبعكم، للصوره على الكومبيتيشن بيج تبع الفيسبوك تبعنا، وبيعمل انفايت لاصحابه على فيسبوك ليعملوا له فوت. يعني كمان حسب قد ايه عندك. بده يصير في تصويت هون. ايه، ليربح، لانه باخر الشهر في جوائز. ليربح بده يجمع فوت لاكثر واحد. هو في ثلاث برايسز، واكثر واحد بجمع اكثر ثلاثه رح يكون عم بيربحوا معنا. يعني هلا نحن بلشنا ب 16 شهر، اليوم نحن قد ايه؟ اليوم 22، يعني صرتوا تقريبا شي اسبوع. مزبوط. كيف الاقبال؟ كثير منيح. عن جد؟ في صور حلوه؟ في صور حلوه، كثير صور حلوه. بس بتتاكدوا انه هول هوم ميد او شو؟ مبينين الصور؟ اكيد مبينين، مبينين يعني حاطينهم. وي ار تشيكينج. ما لازم وي ار تشيكينج، يعني كمان انه حاطين بالترمز اند كونديشنز كمان تبع الكومبيتيشن، ات هاز تو بي هوم ميد. اوكي. وبنقدر نعرف يعني اف اتس نوت، وال البارتيسيبنت يلي منه هيك بنشيله من الكومبيتيشن. يعني من قلو. اوكي، جديه لك هنا. ميك ات بيك ات شير، هيدا السلوغن تبع ميك ات بيك ات شير. حلوه كثير. فيهم يعملوا خبز، فيهم يعملوا منقيش، فيهم يعملوا كيكس، فيهم يعملوا اللي بدهم. اني ثينج ريليتد تو بيكينج. يس. حلو. لكن هيدا اول شيء، اول بارتي. يعني مثل ما قلنا ميك ات بيك ات شير، يو ميك ذا كيك، you bake it and you share it online on our Facebook page. بعدين الجزء الثاني من الكامبين هو انه هيدا الكومبيتيشن، كل ما تكبسي كبسه شير بريد بقلب هالكومبيتيشن، انت بتكوني عم بتساعدي، بتكوني عم تعطي رغيف خبز لللبنيز فود بانك. حلو. خبرونا شو عن اللبنيز فود بانك. اوكي، بس لقلك قبل انه هي بكبسه زر رح يقدروا العالم يطعموا جوعان. حلو. ويشاركوا معنا بهذا البروجي. اوكي، كيف بتصير على المزبوط؟ اوكي، هلا رح نشوف سكرين شوتس كيف بيصيروا على المزبوط. بس لقلك اللبنيز فود بانك هي المؤسسه اللي بتعطي كثير جمعيات خيريه. يعني نحن جينا قلنا انه لمين بدنا نعطي؟ قلنا احسن ما نعطي اكس وايجريك وزاد وما بنعرف احتياجاتهم على المزبوط شو هي. قررنا انه نروح على البنك اللي بيعطي هدول الجمعيات، لايك اوكسيليا، اس او اس، انسان، كاريتاس،
كل الجمعيات الخيرية بلبنان هو بيساعدون. هو رح يكون عم بيقسم الجائزة على الجمعيات حسب احتياجاتها أكيد. سو كل ما الواحد بيكبس على كبسة شير بريد على البيج هيدا اللينك بالبوست هيدا اللينك اللينك بفوت عليها اللينك اللي اون بلو اوكي اوكي بس بفوت على الكومبيتيشن بيج بيصير عنده هون هيدا كبسة شير بريد لما يكبس عليها بيكون عم بيعطي رغيف خبز لللبنيز فود بانك هدول الكيكس كنت عم تسالي عنهم حلوين فيجولي اتس نايس يس مزبوط اوكي وهيدي تعملي ابلود بتعبي الانفو تبعك وبتحطي واي وي شود فوت فور يو او اوكي سو هيك بصير في تواصل بينكم وبين المشتركين اكيد نعم ولكن الجمعيات لكنها كنت عم تقولوا انه بيستفيدوا ديريكتومون من اللبنيز فود بانك سو كل ما الواحد كبس على شير بريد بيكون عم بيقدم رغيف خبز للجمعيات حلو كثير هي اللبنيز فود بانك لانه بتهدف انه تحط حد للجوع بلبنان بال 2020 يعني بنكون عم نساهم ببروجي على طويل المدى يعني مش بروجي قصير يعني ومن هيك يعني حبينا انه كيف ما كان اللبنانيين يشاركوا انه يعرفوا انه هن بهيدا النهار فيهم بكبسة زر عن جد يساعدوا عرفتي كيف يعني ما بتخسرهم شيء في كثير عالم بتحب تساعد بس ما بتعرف كيف او منها مستعده يمكن منها قادره حتى تساعد اي ثينك ما بيعرفوا كيف يعني في كثير اشخاص يمكن عم بيحضرونا هلا ما معهم خبر انه في مؤسسه اسمها لبنيز فود بانك انه مسؤوله عن هيك عن هيك حتى الشخص اللي مش قادر مادي يعني يعطي الفقراء هيدا طريقه انه يكون عم بيشارك وعم بيتعامل حدا جوعان واللبنيز فود بانك دائما بتتعاون مع هول الجمعيات يعني عدد كبير من الجمعيات عدد كبير كثير من الجمعيات بلبنان يعني اشهرهم هن كاريتاس اوكزيليا اس او اس هن يعني بيعرفوا احتياجات مزبوط الجمعيه وبيعطوهم الخبز هيدا يعني بدنا نقول انه الكل لازم يشارك لانه أكيد. عن جد هي انت بتكوني على فيسبوك عم تتسلي بتعملي شير ووقتها تعملي شير بريد ببين على الوول تبعك اي جاست جيف بريد اند سو كان يو فالنتيجه دغري بتبين اكيد بيصيروا ينتقلوا يعني من اصحاب لاصحاب الاشخاص أكيد. بيصيروا يقدروا يعرفوا انه انا فيي على فيسبوك انا عم بتسلى بكبسه اعطي عن جد رغيف خبز وتعملي جوعان طيب رح ناخذ وقفه سريعه وبنرجع بنكفي حديثنا اوكي جلسة لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان اليوم ونصاب جلسة الغد رهن المشاورات ومصادر بري تستبعد تغيير جدول الأعمال اجتماع ليلي موسع للرابع عشر من آذار جرى خلاله البحث في دستورية الجلسة التشريعية وموضوع تشكيل الحكومة وتطورات سوريا الأسد ننتظر من الرئيس سليمان دليلا على تورط ميشيل سماحة في القضية التي اتهم بها والرياض والدوحة وأنقرة تدعم الإرهاب في سوريا كاري الحرب في سوريا ستستمر إذا أعيد انتخاب الأسد في 2014 والسعودية سيكون لها تأثير أكبر إذا شغلت عضوية مجلس الأمن تير القرض الشخصي من بنك بيبلوس لما نسمع بودن بيكري اول شيء بيجي على بالنا هي الترويقه رح ننتقل للترويقه بعد شوي ولكن بدي ارجع اذكر المشاهدين بهالحمله المهمه اللي انتم قايمين فيها بلشت ديجا اونلاين على الفيسبوك بيج تبعت وودن بيكري بلشت. بعد عندهم مهله لاخر الشهر مزبوط لاخر الشهر فبليز اعملوا شير كنتوا عم تذكروا انه في شقين اول شق هو انه يحطوا صورهم مزبوط ويربحوا ويربحوا اكيد يفوتوا بالسحب والشق الثاني انه يساعدوا يعني الجمعيات الخيريه مزبوط كل واحد بيشارك بالكومبيتيشن بيكون عم بيساعد بذات الوقت نعم. بيكبس هيدي الكبسه وبيكون عم بيساعد هيدي هي الفكره للواحد يعني لنشجع اللبنانيه انه يحسوا بهذا النهار يكونوا جزء منه مش انه بس قطع هذا النهار هيك نحن فينا نغير فينا نساعد غيرنا وليك عم تحكي عن هذا الزر اللي هو شير بريد الواحد اذا كبس عليه مره بيقدر يرجع يساعد مره ثانيه او مزبوط. بس مره في يقدر يساعد مره ثانيه هي مثل لينك
كانك عم تعملي شير على فيسبوك عادي، بتعملي شير بريد، بتقرري وين بدك اياها تكون، على الوول تبعك، على وول اصحابك، فيها تبين على بيج انت بتعرفيها، سو فيك تنقي وفيك تعملي كذا مطرح، يعني ترجعي تعملي مره ثانيه شير بريد وتنقي محل ثاني تبين فيه هيدا اللينك، بتكوني انت عم بتساعدي انه اكثر واكثر، وبهيدي الطريقه بتكوني عم تعملي سجشن للاصحاب كمان، فيك تعملي انفايت كمان لاصحابك، اي اكيد فيك تعملي انفايت كمان لاصحابك ليعملوا هن كمان بالمقابل شير، ونكون عم نجمع اكثر شيرز واكثر عدد رخفه للجمعيه. يعني سينا ما فيك تتخيلي قد ايه كم، يعني اذا بتشوف البلاد اللي عم بيشاركوا عم يعملوا شير فيها، هي هيك حتى من خارج لبنان، من خارج لبنان حلو. وصلنا كثير لبلاد غريبه يعني وصلنا وانتم فيكم تعرفوا اكيد من الادمين، فينا نعرف من كندا، من استراليا، من الدول العربيه كلها، برازيل، وصلنا لكثير مطارح يعني حلو، ومحمسين محمسين بدهم يساعدوا، وكلهم عم بيعملوا شير بريد وعم نوصل لكثير مطارح، وفينا عن جد بهيدي الكبسه نعمل شيء ونغير، أكيد ما بتاخذ معنا ثانيه، ما بنخسر شيء، يعني فينا نساعد بلا ما نخسر شيء. صح 100%. جود لك لكينا بهالحمله، وان شاء الله نرجع نشوفكم لحقا، وثانك يو للطريقه مسبقا. صحتين وثانك يو لكم اكيد. رح ناخذ بريك مشاهدينا وبنرجع من كافي لايف. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. C'est bon pour le moral, c'est bon pour...